قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة العربية السعودية مستمرة في الوصول إلى تحقيق استقرار اليمن، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط بشدة لتمديد الهدنة الأممية. وفي الشأن اليمني فإن المملكة مستمرة في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، كما أنها بذلت جميع الجهود لدعم المبعوث الأممي في مقترحه لتمديد الهدنة هناك، وإذ نسلط الضوء على رفض الميليشيات الحوثية لمقترح المبعوث الأممي لتمديد الهدنة، لنؤكد على أهمية وجود ضغط سياسي متواصل من قبل المجتمع الدولي والتعامل معهم بجدية وحزم أكبر لتحقيق السلام المستدام في اليمن والمبني على المرجعية الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيه قرار مجلس الأمن 2216. كما نؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني.